السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني في قناة قضايا وأعلام، وفي هذه الحلقة الجديدة التي ستكون حول تصريحات بعض سياسة فرنسا في الأيام الأخيرة حول تاريخ الجزائر. تصريحات مفادها أن الجزائر لم تكن موجودة قبل سنة 1830، أي قبل الاحتلال الفرنسي. فهم يقولون أن الجزائر قبل هذه السنة لم تكن لا دولة ولا أمة ولا أي شيء آخر. هذه الفكرة إخواني في الحقيقة ليست جديدة، بل هي فكرة قديمة روج لها مؤرخ المدرسة التاريخية الاستعمارية. ومعروف أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان له جنود كثيرون، فهناك الجندي الذي يحتل الأرض، وهناك المستوطن الذي يستغل الخيرات ويستغل الأرض، وهناك أيضا المعلم، وهناك المبشر أو المنصر، وهناك الكاتب والمؤرخ. كل هؤلاء يتعاونون لخدمة الاستعمار. فهذه الفكرة إذن روج لها هؤلاء المؤرخون، ورددها كثيرا سياسة فرنسا أثناء فترة الاحتلال، من بينهم الجنرال دوغول أثناء الثورة التحريرية. وعاد لترديدها بقوة في هذه الأيام بعد سياسة فرنسا. وهذه الإدعاءات إخواني في الحقيقة قد رد عليها العديد من مؤرخينا ومن كتابنا، من بينهم المرحوم مولود قاسم نايت بالقاسم في كتاب له بعنوان شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830. هذا الكتاب إخواني صدر لأول مرة في سنة 1985، أي قبل نحو ربع قرن. وفي هذا الكتاب يرد الكاتب على هذه الإدعاءات ويفندها وينسفها بأدلة علمية وبمعطيات تاريخية مستمدة من المصادر الغربية. هذه المصادر تتمثل في مؤلفات المؤرخين الغربيين بما فيهم المؤرخين الفرنسيين، وأيضا في الوثائق الأرشيفية بما فيه الأرشيف الفرنسي. ففي هذا الكتاب إخواني الكاتب يثبت ليس فقط وجود الجزائر كدولة قبل سنة 1830، بل إنه يثبت وبأدلة كما قلنا بأن الجزائر كانت دولة عظمى، دولة عظمى يخشى جانبها، ودولة تتسابق الدول لكسب ودها ولإقامة علاقات معها ولعقد معاهدات سلم معها، معاهدات تلتزم فيها هذه الدول بدفع إتاوات سنوية، أي ضرائب، مقابل ماذا؟ مقابل أن تتولى الجزائر حماية سفن وتجارة هذه الدول. تصوروا إخواني أمريكا ودول أوروبا بما فيها دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها، هذه الدول كانت في حاجة إلى حماية سفنها وتجارتها من طرف الأسطول الجزائري في البحر المتوسط. فالجزائر كانت سيدة هذا البحر. ويذكر مولود قاسم في كتابه شهادات عديدة لمؤرخين غربيين يقولون بأن ملوك أوروبا يكونون سعيدين جدا حين يظفرون بمعاهدة سلم مع الجزائر، مع أن هذه المعاهدات تكلفهم تضحيات مالية. لماذا إخواني؟ لأن هذه الدول إذا عقدت سلم مع الجزائر فإنها تضمن سلامة سفنها وتجارتها في البحر المتوسط، وتضمن أرباحها التجارية. وهذه الأموال التي تدفعها هي قليلة جدا بالمقارنة مع ما ستخسره إذا تعرضت هذه التجارة لاعتداءات القراصنة الذين كانوا يملؤون البحر المتوسط وهم من مختلف الجنسيات. وحتى لا أطيل عليكم إخواني سأعطيكم في هذه الحلقة بعض الأدلة التي أوردها الكاتب مولود قاسم في كتابه، والتي تثبت قوة الجزائر قبل سنة 1830. فتابعوني بعد هذا الفاصل.
النقطة الأولى إخواني التي يذكرها الكاتب والتي تثبت وجود الجزائر كدولة قبل 1830 هي العلاقات الدبلوماسية التي كانت بين الجزائر وفرنسا، إذ يذكر الكاتب أن فرنسا التي ينكر ساستها اليوم وجود الجزائر قبل 1830 قد أبرمت مع الجزائر نحو 60 معاهدة في الفترة بين سنة 1534 و 1830، وقد عدد هذه المعاهدات واحدة واحدة، وقال أن فرنسا كان لها في الجزائر منذ عام 1564 قنصلية تعاقب عليها 61 قنصلا، آخرهم القنصل بيير دوفال الذي تلقى ضربة مروحة من الداي حسين. والسؤال هنا، كيف لفرنسا أن تبرم نحو 60 معاهدة وتنشئ قنصلية يتعاقب عليها عشرات القناصل في دولة لا وجود لها؟ النقطة الثانية إخواني التي ذكرها الكاتب هي بعض الصيغ التي وردت في الرسائل والمعاهدات التي تمت بين الجزائر وفرنسا. فقد ذكر الكاتب أن ملوك فرنسا كانوا يستعملون في رسائلهم لحكام الجزائر كلمة جمهورية الجزائر، وكانوا يخاطبون هؤلاء الحكام بكلام فيه تمجيد وتعظيم. وقد أورد نماذج من هذه الرسائل، منها رسائل الملك لويس الرابع عشر إلى دايات الجزائر. ومعروف أن لويس الرابع عشر هذا هو من أشهر ملوك فرنسا، وقد استمر في حكمه أكثر من 70 سنة. هذه رسالة منه إلى الداي أحمد في 26 سبتمبر 1695. لاحظ أخي المشاهد، غوفرنمون دو لا ريبوبليك دالجي، أي حكومة جمهورية الجزائر. ويستهل رسالته بعبارة إلوستر إي مانيفيك سينيور، بمعنى السيد الأمجد الأعظم. رسالة أخرى من لويس الرابع عشر دائما إلى الداي مصطفى في 7 أكتوبر 1705، ورد فيها كلمة لا ريبوبليك دالجي، جمهورية الجزائر. في رسالة أخرى إلى الداي علي في 1 أفريل 1711 أيضا جاءت فيها صيغة لا ريبوبليك دالجي. رسالة أخرى أوردها الكاتب وهذه المرة في عهد الثورة، وهي رسالة وقعها وزير العلاقات الخارجية في حكومة الإدارة للجمهورية الفرنسية الأولى التي قامت بعد الثورة إلى الداي حسن في 16 ديسمبر 1797، أيضا يخاطب الداي بعبارة إلوستر إي مانيفيك سينيور، ويستخدم للتعبير عن فرنسا والجزائر كلمة لدوناسيون، الأمتين. رسالة أخرى أوردها الكاتب وهي رسالة موجهة من نابليون بونابرت، وما أدراك ما نابليون بالنسبة للفرنسيين فهو من أعظم الشخصيات في تاريخهم، إلى مصطفى باشا داي الجزائر في 3 أفريل 1800. هو أيضا خاطب داي الجزائر بعبارة إلوستر إي مانيفيك سينيور، واستخدم في رسالته كلمة لدوزيتا، الدولتان، وكلمة لدو بوبل، الشعبان، أي الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية، الشعب الجزائري والشعب الفرنسي. وهنا أشير إلى أن هذه الرسالة جاءت بعد قطع الجزائر لعلاقاتها مع فرنسا وإعلان الحرب عليها إثر حملة نابليون على مصر سنة 1789. تصوروا إذن الجزائر تعلن الحرب على نابليون الذي كان في أوج قوته وتمكن من إخضاع أكثر دول أوروبا لسيطرته، ومع ذلك فإن نابليون هو الذي بادر وبعث إلى الداي رسالة يطلب فيها إعادة العلاقات بين الدولتين. ومن هنا جاءت المعاهدة التي أبرمت بين نابليون بونابرت والداي مصطفى في 19 جويلية 1800، وقد جاء في مادتها الأولى أبارتير دو جوردوي توت أوستيليتي سيسرون أنتر لي دو ناسيون، بمعنى ابتداء من اليوم تنتهي كل أشكال الأعداء بين الأمتين، أي الأمة الفرنسية والأمة الجزائرية. لاحظوا إذن إخواني هذه الصياغ، لدو زيتا، لدو بوبل، لدو ناسيون، لا ريبوبليك دالجي. وأحيانا هناك وثائق تتكلم عن مملكة الجزائر، لرويوم دالجي. كلها تعابير إخواني وردت في رسائل ومعاهدات
موجودة في الأرشيف الفرنسي، ومع ذلك هناك من ساسة فرنسا اليوم من ينكر وجود الجزائر قبل 1830، وهذا طبعا كمن ينكر الشمس في رابعة النهار. وقديما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. النقطة الثالثة التي أوردها الكاتب إخواني والتي تدل على قوة الجزائر في هذا العهد، أي فيما يعرف بالعهد العثماني، ما قدمته الجزائر لفرنسا من نجدات ومساعدات. فقد ذكر الكاتب أن الجزائر قد أنجدت فرنسا عسكريا مرتين في القرن السادس عشر لمواجهة خطر الإسبان، الأولى سنة 1543 في عهد الملك فرانسوا الأول، والثانية سنة 1552 في عهد ابنه هنري الثاني. وقد شهد بذلك المؤرخ الفرنسي هنري جارو بقوله: إن ذلك التحالف بين فرانسوا الأول وخير الدين ضد شارلوكا قد تواصل في عهد صالح رايس أحد خلفاء خير الدين وهنري الثامن ابن فرانسوا الأول ضد فيليب الثاني ابن شارلوكا، مضعفين بذلك إمبراطورية شارلوكا وهي إسبانيا وخلفه بعده ابنه فيليب الثاني، مما حفظ فرنسا من الغزو الإسباني والتمزق. وذكر الكاتب أيضا مختلف أنواع المساعدة التي قدمتها الجزائر لفرنسا في عهد ثورتها المشهورة، في وقت تحالفت ضد فرنسا كل دول أوروبا خوفا من انتقال عدوى الثورة والنظام الجمهوري إلى شعوبها. فذكر أن الجزائر وقفت إلى جانب فرنسا دبلوماسيا باعترافها بجمهوريتها الأولى، وقدمت لها مساعدات عسكرية واقتصادية ومالية، إذ زودتها بالحبوب والقروض المالية وبمختلف المواد الاستراتيجية التي يحتاج إليها جيشها كالجلود والصوف والخيول. قدمت الجزائر لفرنسا كل هذا الدعم دون أن تخشى من الدول الأوروبية المتحالفة ضدها، أي ضد فرنسا، وفيها بريطانيا العظمى وروسيا والنمسا وبروسيا وغيرها من الدول. أيضا هذا الدعم لم يكن من الجزائر تزلفا لفرنسا، لأن فرنسا كانت تعاني من القحط والمجاعة وأزمة مالية خانقة. أبعد هذا يقول قائل الجزائر لم تكن موجودة قبل 1830؟ هذه إذن إخواني بعض الأدلة التي أوردها المرحوم مولود قاسم في كتابه والتي تثبت قوة الجزائر قبل 1830. وأريد إخواني أن أضيف شيء أورده الكاتب أيضا، وهو أنه في سنة 1814 انعقد تحالف سباعي ضد الجزائر، ضم هذا التحالف ست دول أوروبية زائد الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الكاتب أيضا، وهذا معروف لدى المؤرخين، أن المسألة الجزائرية كانت محل نقاش في مؤتمرات أوروبية عديدة، مؤتمر فيينا، مؤتمر باريس، ثم مؤتمر إكس لا شابيل. وذكر أيضا أن 16 دولة أوروبية عقدت تحالفا ضد الجزائر في سنة 1818. ويعجبني هنا تعليق المرحوم مولود قاسم على هذا التحالف أو هذه التحالفات، إذ يقول: وهل كان كل هذا ضد بقة تمحق ونملة تسحق؟ ثم يضيف متسائلا: وهل تجتمع الأسود والنمور والدببة وتنضم إليها الذئاب والثعالب والضباع والقنافيد لتنقض كلها مجتمعة على أرنب أو قط؟ بالفعل إخواني مثل هذا التحالف الكبير لا يقوم إلا ضد دولة كبرى، مع العلم إخواني أن هذه التحالفات جاءت في وقت كانت الجزائر قد فقدت الكثير من عناصر قوتها التي كانت لها قبل ذلك. أكتفي بهذا إخواني، ولمن يريد المزيد أن يعود إلى الكتاب ففيه توسع في الموضوع. وفي الأخير إخواني أقول: ليس المهم أن يعترف غيرنا بوجودنا في التاريخ، لكن المهم
أن نعرف نحن تاريخنا وأن نعترف لأجدادنا بما قاموا به من إنجازات وبطولات وأعمال. والأهم من ذلك إخواني أن نسعى لبناء وطننا، بناء حاضرنا ومستقبلنا، لأن التغني بالماضي إخواني وحده لا يكفي. في الأخير إخواني أشكركم على المتابعة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.